واحد صاحبي قال لي ان في شيشه كاس العالم طلعت، بس انا ما صدقتش غير لما شفتها فعلا وجربتها. هلا بعد تأهل طبعا منتخب مصر لكأس العالم لمونديال 2018، اجت فكرة انه نعمل نحن شيء يرتبط بالمونديال نفسه، بمشاهدة المباراة. وانت عارف المصريين بحبوا يقعدوا في الكافيه ويشربوا شيشة، فاجا ارتبط موضوع الماتش كفكرة المونديال 2018 بموضوع الشيشة، وعملنا شيء يجمع